ابو زهية عواد الجربوع ايه يقول يوم من الايام مريت بضائقة مالية، ايه ايه ازمة مالية، ازمة ايه فيقول رحت على واحد انا ادري بيه هو زنجيل، اها يقول ادري بيه اخو هدله وصديقي، فيقول قلت له يابا يا ابو فلان انا ترى مار بهذا الظرف هيك وهيك، فاريد تفزع لي لهناك عود ارجع لك اياها. ايه فيقول قال والله يا ابو زهية عندي مو ما عندي بس فلوسي رقم وما اقدر اكسرهن. هيا ابو ايه يقول عجيب. عندي مو ما عندي ايه. بس فلوسي رقم ما اقدر اكسرهن ما اقدر اكسرهن. فيقول شلت نفسي ومشيت. ايه يقول رحت على الارمله. اها يقول قلت لها والله حاجتي ما يفضها زلمه. عجيب الله اكبر. ايه قالت له قول شو تريد؟ قال لها هيك وهيك سالفتي. قالت له وصلنك وهذني بقدهن النوم. قالت لا والله حاجتي بس هذني. فيكتب عتابه. عتابه ايش قال؟ انا ارد له بزياري. ايش قال هو؟ يقول اسجرت المال هالهضلال وتفي 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 اسجرت المال هالهضلال ايه وتفي وتفي اي والله وانحره للقول وتفي وتفي اخس يا شارب العفنين يا وتفي عليك السدة غيارك مرة. الله الله هذا لازم الله. بين ثارني لازم اجاوبه بزياري. ايه فقلت له ارجال الارجال تقتل تسدد في وفي اي والله رجال الرجال تقتل تسدد في وتوفيق حقك الك للموت تبقى فيه. الله 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 تنشال من العرج الما علينا. اي والله تفي وتموت كونوت بس ما تبقى بك حيه حيه وبعض الوجوه انعمت بس بلدغ حيه حيه يبست وجوه البعض ما ظل قطره حيه. لازم قباله تقف وجهه تقول له تفي. عجيب طيب طيب لازم قباله تقف ووجهه تقول له تفي. الله 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 وبدروا بالانجاز الانجاز هذا وصيه بدروا بالانجاز بالك لا تظل جناب جناب بدروا بالانجاز بدروا بالانذال بالك لا تظل جناب انظاف منهم مثل ناس نتنام جناب. عجيب يا سلام يا سلام يا سلام بدروا بالانذار بالك لا تظل جناب انظاف منهم مثل ناس نتنام جناب. الله 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 جربها وجنة كلب ايه بس كلب جناب جوع ومآسي وعطش دون المشادين وجربت ناس معاهم هم مشدين لمن الدنيا عسرت ما حد مشيدين يا الله الصدوا قراب معاي جناب. الله 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 الصدوا قراب والوقفوا معاي جناب يا سلام يا سلام ما طول ترى من الظل اختم اختم لنا بقصيدة تعيش ما دام رزقك على المعبود يا عبد يا عبد مهو؟ اي والله ما دام رزقك على المعبود يا عبد يا عبد اعلم بان الله ما يترك عباده عباده ارفع ايدك واطلب من الله وتنشد اي والله ياتيك من حيث لا تعلم امداده امداده ولا تشكي الحال في يوم لحد اي والله ما دام رزقك على المعبود يا عبد يا عبد اعلم بان الله ما يترك عباده اي والله ارفع ايدك واطلب من الله وتنشد ياتيك من حيث لا تعلم امداده ولا تشكي الحال في يوم لحد خل عندك من الضيج عزم وراد خذ صبر النوق لو جوعك اشتد وقت الظما اوصيك ظاهيك باده وحبل الصبر ايقنت كل ما تعقد ياتيك الفرج في يوم الله 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 تسلم تسلم يا سلام.